تعرفوا يا شباب يا صبايا شو صار؟ شو؟ عم بيقولوا انه في خريطة بهالضيعة ونحن لازم نروح ونفتش ونلاقي الكنز. ايش انت تعرف وين الخريطة؟ ايه انا امبارح لقيتها على طريق وحدي بالبيت. اكيد هلا انا بركي الارجيلة نروح نفتش على الكنز. طب ليش شو ناطرين؟ يلا خلينا نقوم. اطلع اجيب العده لازمتها. اطلع على اجيب الجيبياس. انا هلا طالع على اجيب الخريطه. وان تو ثري ليتس جو. يا شباب جاهزين مع الخريطه؟ جاهزين. هلا نحن هون بعدين نتجه على بيت عمتو عناية ونروح بعدين على الدام واي واي دام. بعدين نوصل عند أبو رأفت ونتجه على تي 90. بعدين رح نروح على الفورست وبعدين رح نلاقي الكنز. رح نلاقي الكنز. هلا في الويدا رح نروح على ابو رأفت. والنور ليه ما اجت؟ ما عارف. من اول ما شفت كلمة T9 حسيت انه في لعنة. هيدي اللعنة اخذت نور. خلصت فصلنا. القصد انه هيدي اللعنة اذا ما حلينا هيدي خيطة بسرعة لنا نايم عيناها هيدي اللعنة تاخذنا كلنا ويجي ولعدين بقلنا يضيحنا ويزمط. فلازم نضل متحذرين. الموضوع خطير ولازم ينحل هلا. يلا هلا ما عاش معنا وقت كتير. لازم لا نور ما ينفذ ولا حدا. إذا أنت عبيد صحيح لا يدلونا وأنا واقف في الزمرد في أي جبل إذا كانت تعويذة ونجا ونجا شي جيلو. واو بس لا يدلع إيه تبعنا عبارة في الزمرد أول أدفع هي حال كتير خطر. بس أنا أضحي بحالي. وصل حسن لا أتوقف معرفة تي 9.